بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية الوصول إلى الكنز. معنا ياسين ونواف ومحمد ودرس الجمل والسيارة. أسأل ياسين، كلمة الجمل لا منقمرية أم شمسية؟ تفضل. السيارة لا من شمسية أم قمرية؟ شمسية. تفضل. الناس قمرية أم شمسية؟ شمسية. تفضل ياسين. مفرد أشكالك، مفرد أشكالك، أشكال مفردها شكل. تفضل. ألوانك مفردها ألوان. لون. تفضل. الأثقال مفردها ثقل. تفضل. الآن من يجيب على هذا السؤال؟ الصعب سيحصل على الكنز. هذا هو الكنز، وأنتم جاهزون أمامه، تقتربون منه خطوة واحدة. ياسين، كلمة تجاهلوني كم مد بها؟ يا سلام، احصل على الكنز. انظر إلي يا ياسين، انظر إلي، تعال هنا، تعال هنا. أول الحاصلين على الكنز كان الطالب ياسين، ألف تحية. الآن ثاني الحاصلين إن شاء الله سيكون نواف. بماذا يلقب الجمل في هذا الدرس؟ يقولون عليه سفين الصحراء. يا سلام، احصل على الكنز أيها البطل. أين الكنز؟ بارك الله فيك. الآن جاء الدور على محمد. قرأت السيارة على الجمل آية حتى يذهب حزنه، فقالت له: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أحسنت أيها البطل، احصل على الكنز، انظر إلي. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.